صباح الخير عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. من بعد ما فطرنا وكملنا بقى روينا فوق الطبلة وتنفكر شنو ندير للغدا اليوم. ما عندي لقيت شي حاجة بصراحة، ما عرفتش شنو غادي ندير. قلت لي غادي نمشي ونتغداو برا، وفي الاخر مشينا لواحد ريستو صيني. بصراحة عندهم داك الشيء رائع رائع جدا، عندهم داك الشيء. غنقول لكم انا بعد الماكلة ديالتهم تتحمقني. واش ما غاديش تسكتنا؟ عندي واحد الفريخ ناري غير تنهضر تجيه الغيره. مهم ما عليناش، مشينا. مهم كان في الاول تيحطوا كل شيء وتتمشي تتهز اي حاجه بغيتو، في الاخر تتخلط نفس الثمن. ولكن داكشي من بعد ما كانت كورونا حيدوا داكشي ولاو داروا المينو، تيجيبوا لك المينو وانت تختار داكشي اللي بغيتي وتبقى يجيبوا لك شويه بشويه. صافي تتقول لهم صافي وتتخلص نفس الثمن، ما تزادت حتى شي حاجه. بصراحه المينو ديالهم كبير بزاف، وهذا الشيء متنوع بصراحه، والاغلبيه ديالو فيه السوشي. لكن انا خديت السوشي هذا فيه سميتو القمرون طايب، ما بغيتش شي حاجه اللي فيها الحوت ما طايبش. وخدينا هذا تا هو ما عقلتش كاع على سميتو، عجب بنتي بصراحه. فيه واحد الكريمه ديال اللوز، وفيه وتا هذا تا هو مهم، فيه صلصه الصويا، فيه القمرون، فيه الروس، فيه داك الجنجله الكحل. المهم اللي تتاكل داك الشيء اللي اورديني في الاول، تيدو الطباصل وتيقولوا لك ايوا كتب تاني شنو بغيتي نجيبو لك. احنا دابا تنختارو باش نعاودو نورديني تاني، حيت تيجيبو لك كل مره. يعني مثلا تطلب جوج ديال الحاجات، تيجيبو لك ديك الحاجه الاولى ملي تتكملها تيعاودو يجيبو لك الاخرى باش داك الشيء يبقى طايب. وهكا مهم بصراحه ما عندي ما نقول عنهم، هذا الشيء نقي ومرتب والله يعطيهم الصحه وصافي. هذا الشيء اللي نقوله ايه، هانتوما معايا. وبنتي بصراحه ما بغاتش تزقى، درت الريستور كامله ومشينا مع ديك ال 11 شمس. باقي ما جاوش الناس من بعد راه عمر، مشينا بكري صافي. خرجنا درنا شويه ومن بعد مشينا بكري، مشينا قال لك راه تيكون عامر اليوم ديال السبت. ومشينا خديت انا هادو بالخضره وخدا هادوك فيهم اللحم. بصراحة انا ما كنتيقش ناخذ اللحم، يقدر يكون الحلو في قدر. مهم خديت انا هادو فيهم غير الخضرة. مهم صراحة بنان، وخديت هادي خدا هو فيهم داك القمرون خضر من الفوق، ما بغيتش ناكل انا شي حاجة خضراء. وخديت هادو حتى هما، وهاد العيبة هادي معقلتش عليا شنو سميتها، ولكن بنينة بصراحة واعرة. وهم عندهم الطيب ديالهم بالحلو والمالح. ومن بعد خدينا هاد لاباستا ديال الروز، وخدينا هاد القمرون اللي دارو في لاكريلياتا في الشواية، وخدينا هذا ها اللحم ديال العجل مع ديك القصبة ديالهم. المهم هنا تيقولوا ليه فيتيلو البامبو، لا نقول شي حاجه ماشي هي هذيك، تيقولوا ليه هنا في الطاليان فيتيلو البامبو. من بعد ما كلينا وكملنا وخرجنا، جينا للدار تحين شويه. ايوا والبنت تبكي قالت لك بغيت نمشي لهذا لي جوستري، وديناها وها هي دابا. وما كتقنعش والو، غير تتحبس ديك اللعبه تقول لك تاني تعاود من الاول. مهم انتم غتشوفوا معايا راه الدراري الصغار زعما اش غنقول لكم. المهم انتم معايا، نخليكم معايا بلا ما نطول بزاف، ومن بعد نتلاقاو تاني. وشكرا لكم بزاف ومرحبا بكم. ما تنساوش الاشتراك ولايك وتعليق والبارطاج اكيد الى عجبكم الفيديو، وشكرا لكم.
المهم اعزائي المشاهدين، هكا وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. اتمنى ينال الاعجاب ديالكم. درت معكم واحد الدوره في هاد في هاد في هاد لي جوستري هاتو. تنتمنى ينال الفيديو الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تنساوش الاشتراك ولايك وتعليق والبارتاج، وشكرا لكم بزاف بزاف. تنبغيكم وتهلاو ليا فريسكم. وهكا كان الفيديو ديال اليوم خفيف ظريف من طبيعة الحال. يعني ما درتش فيديو طويل المرة هذه. المهم بلا ما نطول عليكم، بسلام عليكم وتهلاو ليا فريسكم. تنبغيكم بزاف بزاف.